مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من دورة علم الفلك. اليوم رح نحكي عن كوكب الزهرة. كانت الزهرة إله الحب لدى الرومانيين وبصدق. إذا سبق وشفت الكوكب بعد الغروب بالسماء، إنه معلق كألماسة بالشفق، إنه جميل جدا، لكن مشكلته الوحيدة إنه كالجحيم. الزهرة هو ثاني أقرب جسم إلى الشمس، أي أنه أقرب إلها من الأرض، وهو ثالث أكثر جسم طبيعي سطوعاً بالسماء بعد الشمس والقمر، وإذا شفتوه من قبل فهو ساطع جداً. بالحقيقة بظن كثير من الناس وقت يشوفوه على أنه طائرة، وفي بعض منهم بيعتقدوا أنه مركبة فضائية، ومثل عطارد فما بيبتعد كثير عن الشمس، وأقصى مسافة بيوصل لها هي 45 درجة. الوقت المناسب لحتى تشوفوه هو بعد الغروب أو قبل الشروق. بيظهر التلسكوب أنه الزهرة بيمر بمراحل مثل عطارد والقمر. وقت بيبتعد عن الأرض فبنشوف جانبه المضيء، فبيبين كامل كالبدر. بعدين وقت يدور حول الشمس بيقترب من الأرض بمداره، ببين إنه أكبر لأنه عم بيقترب، لكن حجمه بيتضاءل وبيصبح بطور الأحدب المتناقض، وبعدين بالتربيع الثاني، وبعدين بصير هلال. موقعه الأقرب إنه هو بين الشمس والأرض، بحيث ببعد عنه 45 مليون كيلومتر، وبيكون بهالمرحلة هلالا رفيعا جدا، لكنه قريب منا كفاية بحيث يمكن مشاهدته بسهولة باستخدام منظار. رغم من أننا لا نرى إلا جزءاً صغيراً ساطعاً وقتها، إلا أنه يبدو كبيراً بحيث يكون أكثر سطوعاً مما يكون عليه وهو مكتمل وبعيد جداً. مدار الزهرة حول الشمس مائل نحو الأرض بأكثر من 3 درجات، لهيك كما يرى القمر من الأرض يمر الزهرة عادةً فوق الشمس أو تحتها بالسماء، بينما يدور حول الأرض ويمضي في مداره. ومثل ما بيحدث مع القمر تماماً، تصطف المدارات بعض الأحيان بأماكن مناسبة ليمر الزهرة من أمام الشمس مباشرة، وهذا الحدث بيتسمى العبور. خلال كسوف شمسي يمكن للقمر حجب الشمس بأكملها، لكن الزهرة أبعد بكثير، لذلك لا يمكنها حجب سوى 1% من الشمس، وبين الكوكب كدائرة سوداء مقابل الشمس. كان العبور مهم قبل قرون، فقد أدرك العلماء أنه من خلال توقيت بداية ونهاية عبور كوكب الزهرة من أمام الشمس واستخدام علم الهندسة يمكنهم حساب بعده عنها، ثم استخدام ذلك كمقياس لحساب حجم النظام الشمسي بأكمله. تم إرسال بعثات كبرى إلى بقاع نائية في الأرض بحيث يكون العبور مرئياً، لكن اتضح أن الغلاف الجوي للأرض يجعل قرص الزهرة غير واضح، مما يمنعهم تحديد وقت العبور بدقة. توجب العلماء انتظار الرادار ووسائل أخرى لتحديد مسافات الكوكب بدقة بالنظام الشمسي، لكن لا يزال العبور مشهداً مذهلاً، فحدوثه نادر جداً. بيصطف مدار الزهرة والأرض مرتين بتفصل بينهم 8 سنوات، وما بتكرر ذلك لأكثر من قرن. حدث آخر عبورين بعام 2004 و2012، والعبور القادم رح يصير ب10 كانون الأول لعام 2117. أنا فوت العبور الأخير وحفوت العبور الجاي، فمبارك للي شاف العبور الأخير. بيكون الزهرة ساطع كثير ببعض الأحيان لدرجة أنه يمكن رؤيته بوضوح النهار. خذوا هالسؤال، ليش الزهرة ساطع؟ بتظهر التلسكوبات أنه قرص أبيض خالي من التضاريس تقريباً، مغطى بطبقة كثيفة من السحب تعكس بعض أشعة الشمس التي تصل إليه، لهيك هو ساطع. سمي كوكب الزهرة بهذا الاسم لأنه بحسب ما جاء في لسان العرب، الزهرة هي الحسن والبياض، وذكر فيه أيضاً أن الزهرة هي الكوكب الأبيض، ومن هنا جاء اسم كوكب الزهرة، أي أن اسمه يعود إلى سطوعه بسبب انعكاس كمية كبيرة من ضوء الشمس بسبب الكثافة الكبيرة للغلاف الجوي عليه. لكن ما هو سبب سماكة غيومه؟ بين أن الزهرة مكان جميل عن بعد، لكن عن قرب فهو مرعب. من بعض الجوانب أنه أكثر الكواكب شبهاً بالأرض بالنظام الشمسي، لكنه أصغر من الأرض بقليل، بحيث بيبلغ عرضه 12,100 كيلومتر، أي حوالي 95% من عرض الأرض، وبيمتلك 80% من كتلة الأرض. لكن إن كان توأم الأرض فهو التوأم الشرير. الزهرة أقرب إلى الشمس إذ يبعد عنها 110 مليون كيلومتر، أي ثلثي المسافة بين الأرض والشمس، فمن الطبيعي أن يكون أكثر دفئاً. لكن ليس من الطبيعي أنه درجة حرارة سطحه بتبلغ 460 درجة مئوية، وهي درجة كافية لإذابة الرصاص، وتزداد الأمور سوءاً. معظم هوائه مكون من غاز ثاني أكسيد الكربون، وضغطه الجوي أكثر ب90 مرة من ضغط الأرض. أمطاره مكونة من حمض الكبريتيك، لكن حرارته الشديدة تبخر القطرات قبل وصولها للسطح. أجل، الزهرة كالجحيم، لماذا؟ ما سبب هذه الحرارة الشديدة؟ اتضح أنه ضحية لاحتباس حراري متدهور. ربما كان الزهرة أكثر اعتدالاً في الماضي، وربما كان يمتلك محيطات من المياه، ولأن بخار الماء من غازات الدفيئة الفعالة فقد زادت من حرارة الكوكب بسرعة،
أصبح حاراً جداً لدرجة أن المحيطات تلاشت، وأي غاز ثاني أكسيد الكربون كان مذاباً في الماء انتقل إلى الجو، وبالتالي سخن الكوكب أكثر وجعل الغلاف الجوي أسمك. أصبحت حرارته عالية جداً لدرجة أن غاز ثاني أكسيد الكربون خرج من الصخور، وهذا مثل وضع غازولين على نار ملتهبة، ولم تعد السيطرة على الاحتباس الحراري ممكنة في تلك المرحلة. ما بيمتلك الزهرة مجالاً مغناطيسياً يحميه من الرياح الشمسية التي تهب بجانبه. هذا أدى إلى تجريده من الكثير من العناصر الخفيفة على مدى مليارات السنين، إضافة إلى الماء كله. الكيمياء الجوية الناتجة سيئة جداً مقارنة بالأرض. غاز ثاني أكسيد الكربون منتشر بكثرة هناك، وتتشكل السحب من حمض الكبريتيك. تلك السحب مرتفعة جداً عن سطحه وشديدة البياض وعاكسة للضوء. هذا أمر مدهش عند التفكير به. ازدادت حرارة الشمس فازدادت حرارة الزهرة، ثم أدت أحداث متتالية إلى جعله بيئة خطيرة جداً بسبب تأثير الاحتباس الحراري المتدهور. بالرغم من أنه عطارد هو الكوكب الأقرب إلى الشمس، إلا أن الزهرة درجة حرارتها أعلى منه بكثير. نظراً لهذا، آخر إشي نتوقع وجوده على الزهرة هو الجليد. أوكي، هذا ممكن. تظهر التوقعات وجود شيئاً لامعاً على قمم الجبال، ممكن أنه يكون ثلج، لكنه ليس ثلجاً مكوناً من الماء مثل الموجود على الأرض. يعتقد أنه في الأماكن الأكثر عمقاً تتبخر المعادن مثل البازموثاينايت والقالينة بفعل الحرارة، ثم تنتشر في الجو إلى أن تستقر على قمم الجبال حيث يكون الجو أكثر برودة. إذا كان هذا صحيحاً، راح يكون الزهرة كوكباً غريباً جداً لدرجة أن ثلوجه مصنوعة من المعادن. ثم الظواهر أخرى غريبة جداً على كوكب الزهرة، منها دورانه البطيء جداً، فيوم واحد على الزهرة يعادل 243 يوم على الأرض. إنه يدور ببطء شديد جداً، لدرجة أنه يمكنكم الركض عند خطه الاستوائي بسرعة تفوق سرعة دورانه. قد يكون دورانه البطيء هو سبب في اختفاء مجاله المغناطيسي على الأغلب، فالدوران مهم لتوليد المجالات المغناطيسية للأجسام مثل الأرض والشمس. كوكب الزهرة بدور إلى الخلف، وهذا يسبب الحركة التراجعية، وبتعني أن القطب الشمالي بحل محل القطب الجنوبي، أي أنه انقلب بالكامل. سبب حدوث هذا غير واضح بعد. تم اقتراح العديد من الأفكار، منها انفجار هائل أوقف دوران الكوكب، لكن حتى الآن لم نفهم سبب بطء دوران الكوكب تماماً. العيش على كوكب الزهرة تجربة غريبة، فسماكة سحبه بتخليه بظلمة الشفق على الأرض، رغم أنه أقرب إلى الشمس من الأرض. وسماكة الغلاف الجوي تجعل درجة الحرارة متساوية في جميع الأنحاء، من القطب إلى خط الاستواء. بسبب دورانه العكسي تشرق الشمس من الغرب، وبسبب دورانه البطيء يكون يومه أطول من سنته، ما يجعل وضع تقويمات سنوية له أمراً فوضوياً. لا يمتلك الزهرة قمراً، ولكونه أقرب إلى الشمس من الأرض، فمن الممكن أن جاذبية الشمس قد أخلت بتوازن أي قمر كان يمتلكه من قبل، وأبعدته عن مدار الزهرة في النهاية، وربما لم يكن يمتلك قمراً منذ البداية. إليكم حقيقة ممتعة أخرى، أن الزهرة هو من أكثر الكواكب كروية، لأنه يدور ببطء شديد، لا يتوسع عن خط استوائه بسبب قوة الطرد المركزي مثل الأرض، وقطر الكوكب بين القطبين يكاد يطابق قطره عند خط الاستواء. البيانات قليلة حول باطن الزهرة، لكن نظراً إلى تشابهه مع الأرض من حيث التركيبة والحجم، فليس من المستبعد أنه يمتلك لب وشاح وقشرة مثل الأرض. لكن حتى مع غلافه الجوي الغريب، إن سطح الزهرة مختلف جداً عن الأرض، فلا يمتلك الزهرة نشاطاً تكتونياً مثل الأرض. يعتقد أن المياه هي ما تحرك الصفائح التكتونية، وفقد الزهرة مياهه بسبب الاحتباس الحراري قبل زمن طويل، ومع ذلك يبدو السطح حديثاً جداً. تم إيجاد ألف فوهة صدمية تقريباً، وهي موزعة على أنحائه بالتساوي، ومعظمها يبدو في حالة جيدة، فعدم تعرضها للتآكل الشديد يعني أنها ليست قديمة جداً. وليس هذا فقط، فيبدو أن التآكل الذي نراه من الأرض متشابه لجميع الفوهات، ما يشير إلى أن لها العمر نفسه تقريباً. كل هذا يشير إلى وقوع كارثة غيرت سطح الكوكب قبل نصف مليار سنة تقريباً، وتم القضاء على أي ملامح سبقتها، ثم تسبب الصدمات قوية بالفجوات التي نراها. لكن ماذا يمكن أن يعيد تشكيل كوكب بالكامل؟ يمكن استنباط هذا من خلال حساب البراكين في الزهرة، فهناك 167 بركان وقطرها أكبر من 100 كيلومتر، وهذا عدد كبير. وعلى مر الوقت يمكن لهذه البراكين أن تضخ حمم كافية لتغطي سطح الزهرة بأكمله. وهناك أدلة غير مباشرة كثيرة أيضا تثبت استمرار النشاط البركاني حتى الآن. هناك جبل على الزهرة اسمه إيدوم مونس، يلاحظ أن حرارته عالية بشكل غير طبيعي، هذا يشير إلى وجود صهارة أسفل قمته. انخفض معدل ثاني أكسيد الكبريت كثيرا في الثمانينيات، ما يشير إلى حدوث ثوران بركاني ضخم أدى إلى إطلاق كمية كبيرة من الغاز، ثم خمد في السبعينيات. لكن بناء على تخمينات فقط،
من الممكن أن يكون الكوكب بأكمله عبارة عن بركان هائل، وكأنه حلة ضغط عملاقة مليئة بحمم بركانية جامحة، وفي كل بضعة مئات ملايين السنين يخرجها السطح بثوران هائل. تختلف بعض الخصائص البركانية بين الأرض والزهرة، حيث لا يوجد صفائح تكتونية، فممكن لحموم متسربة أن تثور ببطء من باطن الكوكب وأن تبقى في مكان واحد لمدة طويلة، وينتج عن ذلك تشكل قبب فطائر محلاة، وهي قبب مسطحة كبيرة ومنخفضة يبلغ عرضها عشرات الكيلومترات لكن ارتفاعها أقل من كيلومتر. وهذه القبب تكونت من حمم لزجة جدا على الأغلب، لهذا فإن القبب مسطحة ومنبسطة كثيرا. بناء على اتفاق دولي أن تضاريس كوكب الزهرة كالجبال والفوهات والسهول وغيرها سميت على اسم نساء أو آلهة من حضارات مختلفة، وهذا تقدير للكوكب الذي سمي باسم إله، وإنها فكرة رائعة أيضا. تعلمنا لليوم أن الزهرة بشبه الأرض في الحجم لكن غلافه الجوي سميك للغاية، وأن تأثير الاحتباس الحراري المتدهور يجعله أكثر الكواكب سخونة بالنظام الشمسي. إنه أبطأ الكواكب في الدوران كما أنه يدور بالعكس، وقام نشاط بركاني هائل بإعادة تشكيل سطح الكوكب بأكمله، ومن الممكن أنه لا يزال نشطا حتى الآن. هاي كانت نهاية حلقتنا اليوم، بتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا، وهلأ ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل إشي جديد. انتظروني بالحلقات اللي جاية. مع السلامة.